مستر كانتي القاتل تيري سيد خان، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاطعات والاعتراضات، لقد مرت ساعة. السيد خان، نعم، أنا أمل أن أنتهي بحلول 20 دقيقة أو ما شابه، سوف أبذل قصارى جهدي، شكرا. حضرة الشاهد، أود أن أطرح سؤالا إضافيا عليك بشأن الرسالة من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى رئاسة الوزراء، وتحمل رقم البند 32 و13، وأنا أتحدث عن الفقرة 10 أي الصفحة 2 باللغة العربية، وأنت تقول لرئيس الوزراء ما يلي، وأنا أقتبس: في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس صباح اليوم السبت الواقع في 11 من آب 2012، تبين له أن المجلس لم يبلغ من أي جهة رسمية لبنانية قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 25 من أيار مايو 2012 بشأن عدم الكشف عن المعلومات السرية للقيام بواجب إبلاغها للمؤسسات المرئية والمسموعة بما فيها الجديد. هل تتذكر أنك كتبت ذلك لرئيس الوزراء؟ هذا مضمون هذه الفقرة هو نتيجة اجتماع للمجلس الوطني للإعلام، وكل اجتماع أصلاً مجلس الوطني للإعلام يرفع فيه تقرير لمعالي وزير الإعلام ولمجلس الوزراء، فوبالتالي لا أملك إلا أن أتذكر، لأن هذا الأمر مدون في سجلاتنا وفي سجلات الحكومة وفي سجلات وزارة الإعلام. سؤال، شكرا. ولما كان من المهم أن تتم الإشارة إلى أن ما من جهة رسمية لبنانية بلغت المجلس قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن عدم الكشف عن المعلومات السرية لكي تبلغوها أنتم للمؤسسات المرئية والمسموعة، ما هو معنى ذلك في بالنسبة إلى المجلس؟ معنى ذلك أن إجراءات التبليغ ينبغي أن تتم من جانب المجلس الوطني للإعلام، لأنه عندما تتم هذه الإجراءات من جانب المجلس على المؤسسات أن تستجيب لطلب المجلس، وفي حال عدم الاستجابة تكون مسؤولة أمامه ويأخذ بحقها الإجراءات اللازمة. ولذلك أي تبليغ آخر من أي جهة جاء ولم يمر على عن طريق المجلس نحن لا علاقة لنا به، ولسنا مسؤولين عن إنجازه أو إتمامه أو ما يترتب عليه. سؤال، حسناً، شكراً. هل كانت هناك أي أسباب لاحقاً لكي تبلغ المؤسسات الإعلامية في لبنان نسخة عن قرار قاضي هذه المحكمة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المعلومات السرية من قبل المؤسسات الإعلامية في لبنان؟ هل تتذكر أنك أرسلت مثل هذا الكتاب مع هذا المرفق إلى المؤسسات الإعلامية؟ أعتقد أنه في لقائي مع صديق المحكمة ستيفان بورجون، وذلك كان في أواخر العام 2013، نصحته بأن أي تبليغ للمحكمة ينبغي أن يتم عن طريق المجلس الوطني للإعلام حتى تستطيع هذه المحكمة أن تصل إلى النتائج المرجوة، وقدمت له عدد من الملاحظات أخذ به وقال لي بأنه سوف يبلغ هذا الأمر حتى إلى رئيس المحكمة. وبالفعل من بعد هذا التاريخ، يعني في بتاريخ على ما أعتقد 1، يعني في تاريخ العام 2014 أبلغت المؤسسات
جميعا بضرورة الالتزام بما تطلبه المحكمة، وقد تلقيت الأجوبة وهي أجوبة كثيرة وهي موجودة هنا إذا شئتم من قبل كل المؤسسات حول هذا الأمر. وقلت وقتها لستيف بورجون أنه عندما يتم التبليغ من جانب المجلس لهذه المؤسسات، تعتبرون أنه من الممكن أن تصلوا إلى النتائج التي تريدونها عن الأفعال التي تتم بعد هذا، عفوا، عن الأفعال التي تتم بعد هذا التبليغ وليس عن الأفعال التي تمت قبله، حتى نكون واضحين في المسألة. سؤال. حسنا، أنت ذكرت في بعض المناسبات أنك قلت للسيد بورجون أنه لو قبل بنصيحتك أو لو قبلت المحكمة بنصيحتك كان ليتوصل إلى النتائج المطلوبة. ما كانت تلك النتائج برأيك؟ هذه النتائج كان من الممكن عند ذلك عندما يتم التبليغ من جانب المجلس لمؤسسة معينة، فإن المجلس يأخذ على عاتقه أمر هذا التبليغ وما يترتب عليه. عند ذلك من الممكن إلزام المؤسسات وفقا للقانون المرئي والمسموع، إلزام المؤسسات بمقتضيات التبليغ إذا كان من جانبنا. أما إذا لم يكن من جانبنا فنحن لسنا معنيين فيه، وإذا وجدنا فعلا أن غاية هذا التبليغ هي أن يكون الإعلام إذا صح التعبير يسير وفقا لمقتضيات القانون ولا يتعارض مع هذه المقتضيات. Yes, thank you. سؤال. حسنا، فلنعرض البندين 17 و 18، وسوف أطلب لاحقا أعطاء رقم بينة. And sir, do you recognize the document on the left of the screen? سؤال حضرة الشاهد، هل تعرف الوثيقة إلى اليمين على الشاشة أو إلى اليسار؟ عفوا. أكيد أعرف. What is it? سؤال، ما هي هذه الوثيقة؟ كتاب حضرة رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رقم والمرجع كتاب النيابة العامة التمييزية، وهو رسالة إلى الأستاذ تحسين خياط من جانب المجلس الوطني للإعلام. And this type of letter. سؤال، وهذا النوع من الرسائل أو هذا الكتاب، هل من الصحيح أنه أرسل إلى كل المؤسسات الإعلامية؟ Yes. So just for the record. سؤال. حسنا، ولتدوين ذلك على المحضر، إن قرار المجلس رقم 71 في الأول من نيسان أبريل 2014، هل هذا صحيح؟ صحيح. And سؤال، وأود أن أنتقل إلى المرجع لأنني أعتقد أن بعض المسائل مهمة وأنت أشرت إليها، وأيضا لتوضيح المسألة. المرجع كتاب النيابة العامة التمزية والمحال إلينا من قبل معالي وزير الأعلام المسجل لدى المجلس الوطني للأعلام المرئي والمسموع. إذن في هذا المرجع هل هنالك إشارة إلى لربما التسلسل حتى أن أرسل المجلس هذا الكتاب إلى كل المؤسسات الإعلامية في لبنان؟ That's the source of it. يعني هذا هو المصدر. المصدر صحيح. And so. نحن نعلم أن هنالك كتاب من المحكمة توجه ذلك إلى النيابة العامة التمييزية، وبعد ذلك أشارت النيابة العامة
هذا الكتاب إلى وزارة الأعلام الذي أحالته إلى المجلس الوطني، وبعد ذلك أنتم نقلتم القرار إلى المؤسسات الأعلامية لإبلاغها، هل هذا صحيح؟ صحيح، وذلك أعود لأؤكد بأنه تم بعد اللقاء مع ستيفان بورجون الذي قلت له أن أي تبليغ ينبغي أن يتم عن طريق المجلس الوطني للإعلام حتى نصل إلى المفاعيل المطلوبة. هذا جاء بعد اللقاء مع ستيفان بورجون. سؤال، إذن برأيك استند ذلك إلى النصيحة التي أعطيت إلى السيد بورجون، هل هذا صحيح؟ سؤال في الصفحة الثانية من هذا الكتاب 1D140580، سوف ترى في الأسفل ملاحظة بالمرفقات والتي أرفقت إذن إلى الكتاب، بما في ذلك القرار الصادر عن حضرة قاضي هذه المحكمة في إذن 5 حزيران يونيو 2013، هل هذا صحيح؟ صحيح. And if we go to... سؤال، وإن انتقلنا إلى الصفحة الأولى من قرار حضرة القاضي فرانسون وتحمل الرقم 1D1405، وأنا لدي النسخة نستطيع أن نعرضها ريثما يعثر عليها موظف قلم المحكمة. أنا أتحدث الآن عن الملف التاسع أو الرقم التاسع من هذا الملف، ريثما نعرضه على الشاشة. 1D140582080. حضرة الشاهد، انتقل إلى الرقم التاسع في الملف وبعد كتابكم، الكتاب الذي أرسل إلى الأستاذ تحسين الخياط هنا في هذا المثال، ولكن أرسلت كما ذكرنا إلى كل المؤسسات الإعلامية. هل ترى قرار القاضي دانيال فرانسون، وهو قاضي في هذه المحكمة، في 5 حزيران يونيو 2013؟ Do you remember receiving that? سؤال، هل تتذكر أنك استلمت هذا القرار وأرسلته في نيسان أبريل 2014 إلى كل المؤسسات الإعلامية في لبنان؟ أرسلت ما هو وارد هنا في النص الذي الأوراق الموجودة. سؤال، حسناً، أنت ذكرت أنه جرى إرسال هذه المستندات، وفي الفقرة الثالثة يستطيع حضرة القاضي أن يشير إلى أن هنالك إشارة إلى قرار القاضي الإجراءات التمهيدية في 25 أيار مايو 2012. حضرة الشاهد، هل هذه هي المرة الأولى التي كان قد طلب منك إرسال قرار صادر عن هذه المحكمة، أي يطلب كيف أو يشرح كيف التعامل مع المعلومات السرية؟ هذه هي المرة الأولى. Yes, thank you. And then... سؤال، حسناً، شكراً. هل لنا أن ننتقل إلى ولموظف قلم المحكمة؟ إذن الكتاب باللغة الإنجليزية 1D140580، وهو من رئيس قلم المحكمة الحالي دار المندس. هل ترى إذن أنه في الأسفل هنالك كتاب من رئيس قلم هذه المحكمة في 21 آذار مارس 2014؟ هل ترى ذلك في الملف؟ إنه في الملف معك بالنسخة الورقية لأننا لم نعرضه بعد على الشاشة. 1D140580. 01539. 01. وباللغة العربية 01539. هل ترى ذلك؟
لربما يستطيع حضرة موظف قلم المحكمة أن يساعدك. حضرة الشاهد، هذا هو شكل الورقة باللغة الإنجليزية إن رأيتها. هذه النسخة الإنجليزية. أفهم ما المقصود. Yes, the Arabic is part of the bundle. السيد خان، نعم، اللغة العربية موجودة أيضا في هذا الملف معك. أظن وقعت. We've got hard copies. I'll give it to the judge if his honor hasn't got it. Your honor, I think. السيد خان، حضرة القاضي، أنا أرى أن هنالك مشكلة في عرض الوثيقة على الشاشة، ولكن معنا نسخة ورقية نستطيع أن نزود الادعاء بها. السيد خان، حضرة القاضي، هذا ملف من الوثائق، وقد استعرضنا معظم ما ورد في هذا الملف، ولكنني الآن عند الرقم التاسع، وهو متعلق بمستندات كانت قد أرسلها مجلس الوطن للإعلام المرئي والمسموع في الأول من نيسان أبريل 2014. أنا كنت قد نظرت أولا إلى المستند الأول، والآن حضرت، وهو كان قرار صادر عن القاضي فرانسن، والآن أنا أتحدث عن كتاب أرسله رئيس قلم المحكمة في 21 من أذار مارس 2014. هل القاضي لتيري سمت مشكلة في الترجمة؟ هل جرى نشر السياق أم الفحوى؟ Yes. Witness, do you want to answer? حضرة الشاهد، هل لك أن تجيب على هذا السؤال؟ لم ينشر نص، لم يصل إلى المجلس نص القرار باللغة العربية هذا، ولكن تم باختصار التبليغ من جانب المجلس الوطني للإعلام على الأمور التي حتى نراها هنا، على الأمور هذا باختصار الذي تم نشره. أولا، ضمان نشر القرار لعلم الجمهور في لبنان، أربعة بنود، من خلال وسائل الإعلام، تبليغ هذا القرار إلى المسؤولين عن وسائل الإعلام الرئيسية في لبنان، الحصول على دليل مكتوب من وسائل الإعلام إثباتا لتسلمها القرار، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو عند الاقتضاء لوقف نشر المعلومات على نحو مخالف لقرارات عدم النشر المقتبسة في القرار. هذه الأمور التي نحن قد قمنا بتبليغها، ولذلك كل المؤسسات المرئية والمسموعة أعطت أجوبة على هذا الأمر والتزمت به. على ما أعتقد كان هناك نوع من التحفظ فقط من القناة المعنية، وهي قناة الجديد التي قبلت بالأمر، ولكنها تحفظت باعتبار أن هناك، إذا طلعتم على الرسالة التي أرسلتها الجديد، تعتبر أن هناك غموض، وقد نسبت هذا الغموض في الأمر حتى إلى المجلس الوطني للإعلام، يعني إلى المحكمة والمجلس الوطني للإعلام. السيد خان، حسناً، فلنعمل بشكل تسلسلي. إذن أنت أرسلت كتاب إلى كل المؤسسات الإعلامية أو رؤساء المؤسسات الإعلامية في لبنان، ومثال عن ذلك الوثيقة الأولى في هذا الملف، أي الكتاب، هذا مثال، إذن كتاب الذي تسلمه الأستاذ تحسين خياط، و ثمة إذن المرفقات، بما في ذلك القرار الصادر بتاريخ 5 حزيران يونيو 2013. إذن أرسل ذلك إلى كل المؤسسات وطلبتم منهم أن يؤكدوا على استلام، هل هذا صحيح؟ ولدي هنا يعني أغلبية الأجوبة التي جاءت من المؤسسات المرئية والمسموعة
بحكم كون التبليغ تم من جانب المجلس الوطني للإعلام حتى الإذاعية منها، وحتى أيضا كان هناك جواب الجديد على yes. سؤال حسنا، حضرة الشاهد، أنا لم أطلع على كل تلك المستندات ولن أطرح أي سؤال بشأنها، لربما القاضي إن أراد يستطيع أن يطرح السؤال أم الادعاء، ولكن على أي حال أود الآن أن نكتفي بالتركيز على مصدر الكتاب أو المحرك إنجاز التعبير، أي بعد النصح التي أسديتها إلى السيد بورجون، نرى في المرفقات رسالة من رئيس قلم المحكمة في 21 من آذار مارس 2014. هل رأيت هذه الرسالة؟ That in Arabic, I think. You've got it. أعتقد أنها معك باللغة العربية في الصفحة الأخيرة. 21st of March 2014. في 21 من آذار مارس 2014 ثمة ترجمة باللغة العربية، وهل لنا أن نعرضها على الشاشة؟ Have you got it? I think it's on the هل تراها على الشاشة حضرة الشاهد؟ أرى التاريخ، يهمني تاريخ الرسالة حتى أعرف إذا كنت نعم. You've got the top left-hand side. سؤال. إذن ترى إلى الأعلى إلى اليسار في 21 من آذار مارس 2014. هل هذا صحيح؟ صحيح. And this letter. سؤال. وهذه الرسالة تفصل مختلف قرارات القاضي الإجراءات التمهيدية من هذه المحكمة، وثمة الطلب في نهاية الصفحة الأولى، وأطلب من موظف قلم المحكمة أن يعرض ذلك، أي في نهاية الصفحة الأولى، ونرجو أن تذيعوا نص قرار 5 من حزيران يونيو 2016 كاملا أو ملخصا على الهواء، ويمكنكم الاطلاع على ملخصه المرفق أيضا بالمستند الحاضر. أعتقد أن باللغة العربية هي الصفحة التالية، ولكم أيضا حرية نشر القرار على موقع مؤسستكم الإلكتروني، ويرجى أن ترسلوا كتابا إلى المجلس الوطني للإعلام يؤكد على تسلمكم الكتاب الحاضر. وأنت تقول لنا أن كل هذا الملف أرسل إلى المؤسسات الإعلامية المعنية، أي محطات التلفزيون وإذاعات الراديو والصحف في لبنان من قبل مجلسكم، هل هذا صحيح؟ Yes. Now. سؤال. حسناً، نحن اقتربنا من نهاية الإفادة سيدي، هل لك أن تنتقل الآن إلى الرقم 10 من الملف، وهو البند رقم 20 و 21 في قائمة العروض. وتستطيع أن تنظر إلى الرقم 10 في الملف، ولكن على الشاشة نريد أن نعرض البندين 20 و 21 من قائمة العروض، وهو بيان صحفي من وزارة الإعلام، هل لك أن تؤكد ذلك؟ سؤال، لربما نكبر الخط باللغة العربية لسهولة القراءة، ونرى هنا العنوان محفوظ التقى وفد تلفزيون الجديد معنيون بحماية المؤسسات الإعلامية الحريصة على الحقيقة واحترام عمل المحكمة الدولية، وذلك بتاريخ 17 من نيسان أبريل 2014. هل ترى ذلك؟ سؤال، وثمة إشارة إلى اجتماع عقد في مكتبك مع السيدة كرمة الخياط المستشارة القانونية مايا الحلبي، كتب هنا،
وأعتقد أن هنالك مشكلة في اللغة الإنجليزية. هل تذكر أنك عقدت هذا الاجتماع مع هذا الوفد؟ حصل هذا اللقاء. And سؤال، أود أن أتأكد إن كان هذا البيان الصحفي دقيق، وإن لم يكن دقيقا فرجاء أن تقول لي. هنالك اقتباس لك، وأنك قلت بعد اللقاء، هذه الفقرة الثانية، وقال محفوظ بعد اللقاء، اقتبس، استقبلت وفدا من قناة الجديد الذي طرح المشكلة الناشمة عن القرار الذي تم تبليغه للمؤسسات المرئية والمسموعة من جانب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي اعتبرت فيه مؤسسة الجديد أنه يشكل نوعا من تقييد للحريات الإعلامية، نهاية الاقتباس. وأضاف أقتبس، وفي هذه المناسبة يهم المجلس الوطني للإعلام أن يؤكد عددا من الأمور، منها أولا أن الحريات الإعلامية في لبنان مبدأ ثابت، وهي أحد الرساميل الأساسية التي تميز لبنان عن محيطه في المنطقة. هل قلت ذلك؟ هذا الكلام جاء مع سؤال. شكرا، عذرا على المقاطعة. ثم قلت ثانيا إن المقالة المادة الثالثة تشير إلى أن الإعلام المرئي والمسموع هو إعلام حر، وبالتالي تلتزم المؤسسات المرئية والمسموعة بمضمون هذا القانون. الذي يسمح لها أو يفتح لها المجال بالتصرف في المعلومة طالما هي دقيقة. إذن هذا هو الشرط، طالما هي دقيقة وصحيحة وتستند إلى مصادر موثوقة. وبالتالي فإن حرية العمل الإعلامي يمكن أن تطال كل المجالات، بما فيها مجالات عمل المحكمة الدولية التي تحترم المؤسسات المرئية والمسموعة، تحترم قراراتها ومبدأ الوصول إلى المعلومة الصحيحة من جانبها طالما هي توفرها. ولكن في مسألة تسرب المعلومات، ليس هناك من مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المرئية والمسموعة، لأن عمليات التسريب تأتي للأسف من جانب مصادر في المحكمة الدولية، وعلى هذه المحكمة أن تتحرى هي من جانبها هذه المسألة ومن الناس الذين يقومون بها. هل هذا اقتباس إجمالي لما قلته بعد الاجتماع، أم أنك قلت كلاما مختلفا؟ هذا هو المعنى الذي قلته، باعتبار أن الوكالة التي أخذت هذا الخبر هي وكالة رسمية، يعني تابعة للدولة. الوكالة الوطنية للإعلام هي وكالة إحدى يعني مكونات وزارة الإعلام الأساسية في لبنان، وقلت هذا الكلام وأقوله في كل وقت. سؤال، حسنا. وبعد ذلك في المقالة نفسها ذكر وأشار محفوظ، وهذا أنت سيدي، إلى أن المجلس الوطني للإعلام التقى في 19/11/2013 مع ستيفان بورغون وسلوبودان زيسيفيتش المكلفين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للبحث في الجوانب الإعلامية ذات العلاقة بالمحكمة وبالتسريبات الإعلامية وبالشكاوى المرفوعة ضد بعض المؤسسات المرئية والمسموعة. هل هذا صحيح؟ هل أنت اجتمعت بزميلي السيد زيزيفيتش وبالسيد بورغون؟ صحيح، اجتمعت بهم. And it continues and I quote. سؤال، وتتابع المقالة، في حينها نصح المجلس الوطني للإعلام الزائرين، يعني بذلك صديق المحكمة والمحقق، أو عفوا عضوي صديق المحكمة، فريق صديق المحكمة، إذن بأن يتحروا عن التسريبات وأن يوقفوا مسألة تصريحات شهود الزور التي تثير البلبلة في الأوساط اللبنانية، خصوصا وأن المؤسسات المرئية والمسموعة كثيرا ما اعتمدت على ما كان يسرب إلى معلومات إعلامية أجنبية. وكذلك في الصفحة نفسها، إذن تواصل اقتباس كلام أنت ذكرته، لابد من أن ذلك صحيح إذا اقتبس. لذلك نحن في المجلس الوطني للإعلام معنيون بحماية المؤسسات المرئية والمسموعة، ومعنيون بأي دعاوى ترفع ضد هذه المؤسسات، ونطالب القضاء اللبناني بأن يلتزم أيضا بحماية هذه المؤسسات الحريصة من جانبها على الحقيقة وعلى عدم الإساءة إلى القوانين والأعراف الدولية.
والتي تحترم عملياً عمل المحكمة الدولية، وخصوصاً عندما يكون هذا العمل يقوم على إيصال الحقيقة وعلى تواصل مع المؤسسات المرئية والمسموعة وعلى عدم الحقول دون الوصول إلى المعلومة الصحيحة، مؤكداً أن من حق الإعلام أن يتحرى عن هذه الحقيقة بكل الوسائل الممكنة، طالما أن المعلومة التي تقدم هي صحيحة فإن المجلس الوطني للإعلام يقف وسيقف إلى جانب المؤسسات التي تتعرض إلى أي شكاوى، خصوصاً إذا كان المستهدف مؤسسات مرئية ومسموعة في لبنان ومن ضمن هذه المؤسسات التلفزيون الجديد الذي نتضامن معه. هل هذا بالإجمال صحيح؟ طبعاً أنا لا أطلب منك أن تطلعنا على كل محور الحديث، ولكن بشكل إجمالي هل هذا الاقتباس صحيح؟ هذا الاقتباس صحيح، وكنا في المجلس الوطني للإعلام قد عبرنا عن مثل هذا المضمون في كل مرة من المرات التي تتعرض فيه مؤسسة مرئية إلى ضغط حتى من الدولة اللبنانية. سؤال، هل لي أن أسألك لماذا كنت مهتماً بأن أو بأن تنصح صديق المحكمة السيد ستيفان بورغون وزميله بأن عليهما أن يكررا على التحقيق في التسريبات التي قيل أنها جاءت من جانب المحكمة؟ هذا هو الشائع في لبنان، أن التسريبات كانت تأتي من جانب المحكمة، وإلا كيف تتم هذه التسريبات؟ كيف يمكن الوصول إلى معلومة هي في نطاق المحكمة إلى خارجها إذا لم يكن هناك من مسرب في داخل هذه الحكومة؟ هذا الشيء في تقديري الشخصي أساء كثيرا إلى سمعة المحكمة، ومن هنا كانت هذه النصيحة له، ومن هنا قلت له، وهذا شيء مهم جدا، أنه في تقديري الشخصي أن أي إساءة إلى المحكمة من أي مؤسسة تأتي بعد أن نبلغ المؤسسات المرئية بطريقة رسمية وبطريقة صحيحة عن طريق المجلس الوطني للإعلام بما تريده المحكمة، عند ذلك المجلس الوطني للإعلام يأخذ الموقف المناسب إلى جانب المحكمة. كان هذا هو القصد، لذلك قلنا لهم أوقفوا هذه التسريبات، أوقفوا شهود الزور عن التصريح، لأن هذا الأمر كان ليس أبداً في صالح المحكمة. Yes, and you mentioned سؤال، وذكرت سابقاً في إفادتك دي شبيغل وفيجارو وغيرها من القصص التي نشرت بناءً عليها في لبنان. هذه البرامج التي أشير إليها ذكرت تسريبات من المحكمة الخاصة بلبنان ولجنة التحقيق الدولية، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا هو الشائع وهذا هو الصحيح للأمانة، أنها نشرت حتى في الصحافة اللبنانية نقلا عن مؤسسات صحفية أو تلفزيونية وحتى عن مواقع إلكترونية غربية. And now سؤال، نظرا إلى أننا ناقشنا الكتاب أو الرسالة والقرار الذي وزع بشكل لائق على كل مؤسسات الإعلامية في لبنان عبر القنوات الصحيحة من المحكمة إلى النيابة العامة إلى وزارة الإعلام إليك أنت إلى المؤسسات الإعلامية بعد ذلك في الأول من نيسان أبريل 2014، بالعودة إلى فترة بث تلك الحلقات في آب أغسطس 2012، هل كان هنالك من قرار أو تعليمات تسلمتها في هذا التسلسل في ذلك الوقت؟ 2012. في آب أغسطس 2012 لم يتم أي طلب من المجلس الوطني للإعلام للتواصل مع المؤسسات المرئية بهذا المعنى من جانب أي طرف، ولذلك كنا نعتبر أنه طالما لم تصل إلى المجلس الوطني للإعلام أي رسائل مباشرة من المحكمة يمكن تعميمه على المؤسسات والالتزام بها، هي غير قائمة بالنسبة للمجلس الوطني للإعلام.
Yes, thank you. If you can just give me one moment. سؤال شكرا أمهلني دقيقة وسأطرح سؤالي الأخير. And witness just سؤال حاجة الشاهد توضيح أخير فيما يتعلق بالوثائق التي وزعتها سابقا. أظن ذلك كان البند رقم 9. يشير ذلك إلى إذا نطلب عرض ذلك على الشاشة، وهذا هو سؤالي الأخير. إذن البند 9 والصفحة الأولى من رسالة رئيس القلم 1D1405، وتشير تلك الوثيقة إلى الكتاب أو الرسالة وتاريخها 4 شباط فبراير 2014. إذن بعد بث الحلقات بفترة طويلة من آب أغسطس 2012، وقد أرسلت من رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. هل كنت تعي أنك عندما أرسلت هذه الرسالة كانت محطة الجديد قد رسلتك وطلبت منك إرسال لها القرار الفعلي مع الوثيقة الأصلية، لأنها لم تكن تعلم ما هي تفاصيل تلك أو ذلك القرار؟ هل ذلك يذكرك بأي شيء؟ هذا صحيح، كان هناك جواب من جانب الجديد يقول بأن الطلبات غير واضحة من جانب المجلس الوطني للإعلام لهذه المؤسسة، وقد يكون الأمر يعود إلى كون مؤسسة الجديد هي وحدها المقصودة من جانب المحكمة، فإن الباقي المؤسسات المرئية والمسموعة أعطت أجوبة بالالتزام الكامل حول هذا الأمر، الالتزام الكامل لمضمون الرسالة، بينما كان من جانب الجديد طلبات لتوضيح. ولذلك طلبت أنا المدعي العام التمييزي في لبنان بأن يتصل بالمحكمة وبأن يوفر جوابا يعطي كل التوضيحات المطلوبة. Yes, thank you. Witness. سؤال شكرا سيدي الشاهد. سيدي القاضي، هنالك بعض المسائل المتعلقة بالبينات يمكنني أن أتولى ذلك الآن أو لاحقا، ولكن بسرعة. يتعلق ذلك بالبند 8، 10، 13، و11، وأظن إذن بالنسبة إلى هذه البيانات 3، بالنسبة أيضا إلى البنود التالية 17، 18، 20، و21، بالنسبة إلى البنود 8، 10، 13، 11 تقدم بها صديق المحكمة، ولكن البنود التي ذكرتها كانت قد عينت بشكل مادي من قبل الشهود أو ذكرها الشاهد في الإفادة، وهي التي عرضت في المحكمة اليوم. إذن أتحدث عن البنود 8، 10، 13، 11 التي ذكرها الشاهد، وأيضا البنود 17، 18، 20، و21. أنا ممتن شكرا جزيلا. القاضي لتيري، أنا لدي سؤال. هذا الكتاب أو رسالة البينة 10 ذكرت فيها تلقيت مسؤولين من محطة الجديد الذين اشتكوا من القرار الذي سلم إلى المجلس أو إلى الوسائل المرئي والمسموع اللبنانية من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، والتي اعتبروا أن ذلك يقوض حرية الصحافة. أنت تعلم أن هنالك قراران أو قرارين عفوا صدرا، عن أي من القرارين يتحدثان أو يتم الإشارة إليه؟
أنا أتكلم بشكل عام هنا في التصريح الذي أدليت به بأن المجلس الوطني للإعلام معني بحماية الحريات الإعلامية ومعني بالتضامن مع المؤسسة الإعلامية إذا تعرضت إلى أي ضغط معين خارج سياق القانون المرئي والمسموع اللبناني رقم 382 على 94، أي أن هذا حديث للصحافة لا يتناول أمرا محددا. ولكن كنت قد لمحت بأن قناة الجديد في جوابها إلى المجلس الوطني للإعلام، كل المؤسسات أعطت أجوبتها، طلبت توضيحات، وأنا بدوري أيضا طلبت هذه التوضيحات أن تصل عبر المدعي العام التمييزي من جانب المحكمة، لأنه ممكن أن أعرض النص هنا الذي جواب الجديد إذا كان لديه. Your Honor, if it helps, I think the witness did say. السيد خان، سيد القاضي، إن كان ذلك يساعد الشاهد، قال إن البيان الصحفي يعود إلى 17 نيسان 2014، كان نتيجة الوثائق التي تم تبليغها وإرسالها إلى كل محطات الإعلام. ورسالة أو الكتاب الذي يعود إلى الأول من أبريل نيسان 2014 والذي تضمن القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في 5 يونيو/2013 والتي أيضا هي مرفقة، لا أدري إن كان ذلك يتضمن التوضيحات وأنه تم توزيع هذه الوثائق، وبعد ذلك إذا بالجديد تجتمع وتعبر عن مخاوفها وتتطلب هذه التوضيحات. أمل أن يكون ذلك قد أوضح المسألة. القاضي لتيري، بالنسبة إلى ما هو محور هذه المحاكمة، سيد محفوظ، بالنسبة إذن إلى محور هذه المحكمة، هل تم تبليغك بأنه كان هنالك قراران صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في شهر آب أغسطس 2012؟ أنا بهذا التاريخ لم أبلغ أي شيء من جانب المحكمة الدولية. التبليغات ممكن العلاقة الفعلية. القاضي لتيري مقاطعا، أنا أتحدث عن ممثل الجديد، إذن خلال الاجتماع الذي عقدت معه مع ممثلي الجديد. اللقاء مع ممثلي الجديد تم بعد التبليغ في العام 2014، أي السنة الفائتة. وبالتالي مثل هذا القرار سابقا عن العام 2012، المجلس الوطني للإعلام لم يتلقى سابقا أي شيء على هذا الصعيد. ولذلك كنت قد قلت في جواب الذي أعطته قناة الجديد، في النهاية يقولون لنا في ظل الغموض الذي يعتري طلب المجلس الوطني للإعلام، نطلب من جانبكم المحترم توضيح أطر الالتزام التي تطلبون منا الرضوخ إليه ليبنى على الشيء مقتضاه. هذا الأمر بناء على الرسالة الأخيرة التي جاءت في العام 2014 من جانب المحكمة الدولية. القاضي لتياري، هل عقدت اجتماعا مع ممثلي الجديد في آب أغسطس 2012؟ أنا أتحدث عن هذا الاجتماع في العام 2012. بالتأكيد في 8 أغسطس صار هذا اللقاء. القاضي لتياري، خلال هذا الاجتماع أو في اجتماعات أخرى؟ نعم. ما المطلوب؟ ما لم أفهم خلال هذا الاجتماع ماذا جرى؟ نعم. القاضي لتيري، سؤالي هو عقدت اجتماعا واحدا فقط أو أكثر من اجتماع واحد في شهر أغسطس؟ السيد خان إذن والقاضي لتيري موضحين، في آب أغسطس 2012.
اجتماع واحد، وحصل أيضا اتصال تليفوني مع السيد تحسين خياط، وكان القصد من ذلك من خلال الاتصال التليفوني أريد معرفة موقف النهائي لمؤسسة الجديد من مسألة طلب المحكمة بعدم تكملة نشر التقارير، وبالتالي قال لي أنه سوف يرجئ الحلقة الثانية ريثما يطلع على الموقف القانوني من جانب المحامية التي تهتم بهذا الأمر. وكان القصد من ذلك بهذا السؤال أنني أريد أن أبني موقفا ليس على يعني فقط على هذه المسألة في جواب الذي أعطيه لرئيس الحكومة. القاضي الإتياري، عن متى أجريت تلك الاتصالات الهاتفية أو ذلك الاتصال الهاتفي؟ متى؟ ذلك الاتصال الهاتفي تم في نفس يوم الثامن من يعني بعد لم أشر إلى مثل هذا اللقاء بأنني سوف أقوم به عندما اجتمعت بمريم البسام وبما يحب لي، يعني كان من جانبي نوع من الطلب له، تمنيت عليه بأن يرجئ نشر الحلقة الثانية حتى يعني أشجع إذا صح التعبير على نوع من التجاوب مع المحكمة، وبالتالي حتى أستطيع أيضا أن أبني الموقف المطلوب في العلاقة مع دولة رئيس الحكومة. Thank you. القاضي الإتياري، شكرا. Good morning, sir. السيد سكوت، صباح الخير سيدي أودع كين سكوت، وأنا المدعي في هذه القضية ولدي بعض الأسئلة لك. أليس صحيحا سيدي أنه في هيكلية الحكومة اللبنانية المدعي العام أو نائب العام هو السلطة أعلى من سلطتك، صحيح؟ ليس صحيح. نحن مرفق عام، المجلس الوطني للإعلام مرفق عام وهو صاحب استقلالية أكثر من أي مؤسسة أخرى، وبالتالي لا يمكن مقاربة الأمر من هذه الزاوية. Well, sir, I think you're. السيد سكوت، أظن سيد إنك لست محقا. عندما يصدر النائب العام قرارا ويصدر إليك أو يوجه إليك، أنت مجبر أن تنفذ موجباتك أو هذا الملزم، صحيح؟ هذا ليس صحيحا، لأنه لا يمكن للمدعي العام التمييزي أن يأمر المجلس الوطني للإعلام، وإذا شئت أن تأخذ جوابا حول هذه المسألة كان قد وجه أكثر من رسالة للمجلس الوطني للإعلام ولم نعطه جوابا في نفس الوقت الذي طلبت فيه الحكومة رأي المجلس الوطني للإعلام، كان أيضا وجه نفس الرسالة المدعي العام التمييزي للمجلس الوطني للإعلام ولم نعطه جواب، لأن علاقتنا المباشرة هي بالحكومة وبمجلس النواب وليست بالقضاء ولا بالمدعي العام التمييزي. السيد سكوت، إذن سيدي أنت تختار أي قرار أو أمر أو تعليمات من الحكومة تستجيب لها، وعندما تريد أن تستجيب تستجيب، وتلك التي لا تهمك لا تستجيب لها. أن هذا السؤال أيضا في مكانه، ذلك أن هناك صلاحيات محددة للمجلس الوطني للإعلام، أريد أن تحدثني عن هذه الصلاحيات وليس عن افتراضات. أنت تطرح الآن افتراضات ولا تطرح مسائل جوهرية لها علاقة بالأمر. السيد سكوت، إذن يعتذر، سوف يتوقف للحظة كما هو مطلوب. إذن سيدي الشاهد، موقفك هو أنه عندما يقوم مدعي عام تمييزي في لبنان أو أن يصدر لك قرارا أو أمرا لك لكي تتبع تصرفا معين، فموقفك هو أنه يحق لك ببساطة أن تتجاهل ذلك القرار. أولا أعود لتأكيد حضرة الرئيس رئيس المحكمة أنه لا يوجه المدعي العام التمييزي أوامر لرئيس المجلس الوطني للإعلام. نحن سلطة مستقلة. هذه عفوا اتركني أكمل. السيد سكوت، أنت لم تجب عن سؤالي.
في صدد الإجابة لك على هذا السؤال، الناحية الثانية هناك تعاون، هناك تعاون قضائي، هناك تعاون. عندما لم يطلب مثلا المدعي العام التمييزي في المراسلات التي بعثها لنا أن نبلغ المؤسسات المرئية والمسموعة، طلب رأي المجلس في المسائل. أنا قلت أنني أعطيت هذا الرأي لرئيس الحكومة، السلطة الثانية في لبنان، يعني السلطة الأولى السلطة التنفيذية، وبالتالي أكتفي بهذا الجواب الذي أعطيته لرئيس الحكومة. ومن الممكن رئيس الحكومة أن يبلغ المدعي العام التمييزي هذا الأمر يعود له، ولكنني لست أنا ملزما بإعطاء أجوبة للمدعي العام التمييزي. السيد سكون، إذن كما قلت الإجابة عن سؤالي هي نعم، أنت تختار أي إجابات تريد أن أي إجابات أو طلبات من الحكومة تريد أن تلبيها. لا أعرف، يفسر الماء بالماء. هذا الأمر ليس هو المطلوب، ليس هذا هو الشيء. عندما يكون هناك جواب يفترض أن يعطيه المجلس الوطني، المجلس الوطني هو سلطة مستقلة تجتمع وتلتقي وتقرر، لست أنا الذي أقرر. هناك مجلس من 10 أعضاء، 5 منتخبين من مجلس النواب و5 معينين من الحكومة، هم الذين يقررون في هذا الأمر. السيد سكوت، في الواقع سيدي ليس لدى المجلس أي سلطة لاتخاذ أي خطوة بحد ذاته، كل ما بيسعى فعله هو توجيه توصيات إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. أولا ليس إلى مسؤولين حكوميين، ينبغي معرفة القانون، نحن على علاقة بالحكومة، الحكومة جسم وليست مسألة مسؤول. نحن نعطي جواب إلى الحكومة عبر معالي وزير الإعلام، وبناء على طلب الحكومة. الجهة الوحيدة التي يمكن أن تطلب منا أمور معينة هي الحكومة وليست أي جهة أخرى ثانية. وبالتالي التوصية التي يرفعها المجلس الوطني الإعلام هي توصية مبدئيا ملزمة، بمعنى أن الحكومة لم تعترض على أي توصية رفعت من جانبي. وينبغي هنا مراجعة هذا الأمر مثلا في موضوع سواء ريجولاسيون مع المؤسسات المرئية والمسموعة، في العقوبات التي اتخذناها كانت الحكومة تلتزم بالتوصيات، وأيضا في موضوع أعطاء التراخيص أو سحب التراخيص. هذا هناك تعاون، هناك مؤسسات. أنت تهمش دور المؤسسة عندنا، ما القصد من ذلك؟ ماذا تقصد؟ أريد جوابا على هذا الأمر، ماذا تقصد من تهميش دور المجلس الوطني للإعلام؟ السيد سكوت، أنت هنا للإجابة عن أسئلة القاضي لتيري، صديق المحكمة هو الذي يطرح الأسئلة. سيد سكوت، سوف أعيد سؤالي وربما يمكنك أن تعطيني جوابا مختصرا. ليس لدى المجلس أي سلطة لأن يقوم بأي شيء بنفسه، يمكنه أن يتخذ أي إجراءات سوى أن يرفع توصيات إلى مسؤولين رفيعي المستوى آخرين داخل الحكومة، نعم أم لا؟ أعيد فأكرر أن السؤال في غير مكان. السيد سكوت، أجب بنعم أم لا، نعم أم لا. ليس الجواب نعم أو لا، هذا ليس بجواب نعم أو لا. أنا أريد أن أصحح السؤال، نحن على علاقة فقط بالحكومة، لا نعطي أجوبة لمسؤول حكومي مثلا في وزارة الزراعة، في وزارة الصناعة، أو في أي وزارة أخرى. نعطي فقط توصيات للحكومة بناء على طلبها أو بناء على عمل محدد معين يقوم به المجلس الوطني الإعلام، ويكون ذلك يفترض موقفا من المجلس الوطني الإعلام. الدولة تلتزم بهذا الموقف، لماذا تريد أن تقول بأن الدولة لا تلتزم بهذا الموقف؟ I didn't say that. سيد سكوت، أنا لم أقل ذلك. The prosecutor. قاضي لتيري، يريد المدعي أن يعرف ما إذا كان المجلس يستطيع أن يتصرف بحد ذاته، أي أنه يستطيع أن يصدر قرارات ملزمة، أو أنه فقط يصدر التوصيات للوزارات ذات الصلة والصالحة. اسمح لي، بأنه المجلس من نفسه يقرر في مسألة الريجولاسيون، لا تتدخل الدولة نهائيا، والدولة في لبنان أي الحكومة، العلاقة مع الحكومة تلتزم بما نرفعه لها من قرارات وتحوله إلى أداة تنفيذية. هذا هو الواقع.
السيد سكوت، سبق وقلت لنا سيدي إن المجلس هو في المبنى نفسه كما وزارة الإعلام، صح؟ yeah. And you do take instruction. سؤال، وأنتم تأخذون تعليمات وتوجيهات من وزير الإعلام، صح؟ لا، هذا غير صحيح. So نحن again, sir. سكوت، إذن من جديد لو سمحت تقاطع إذن في الكلام. السيد سكوت، أنت هنا للإجابة على أسئلتي لو سمحت، لذلك عندما يرسل إليك وزير الإعلام أمرا أو توجيها أنت لا تتبعه؟ السيد خان، حضرة القاضي، يجب أن نكون عادلين، فإن الشاهد لم يقل. أنا أعطي جواب إذا تسمح حضرة محامي الدفاع. الأمور في الشأن الإعلامي ترتبط بنوع من التعاون. قلت أن هناك تداخل في الصلاحيات بين المجلس الوطني للإعلام أحياناً ووزير الإعلام، بمعنى أن لوزير الإعلام بناء على توصية من المجلس الوطني للإعلام أن يتخذ مثلاً قراراً بوقف برنامج لمدة 3 أيام بدون أن يمر ذلك على مجلس الوزراء. هذا ما أقصد في التقاطع حول هذه المسألة، ولكن هناك توصية ترفع من المجلس الوطني للإعلام إلى لوزير الإعلام. لا يعني وجود حضرة الرئيس، أتوجه لكم في الكلام هنا، وجود المجلس الوطني للإعلام في وزارة الإعلام لا يعني أنه تابع لوزارة الإعلام. لقد كان سابقا خارج وزارة الإعلام، وبالتالي اختيار الطابق السابع في المجلس الوطني للإعلام جاء نوع من اختصار للكلفة المالية، حتى يكون لأنه يربط المكان بالصلاحية، وهذا غير صحيح. السيد القاضي لتيري، أنا أعتذر للمقاطعة، لقد فهمنا تماما النقطة. السؤال كان هل حصل يوما أنكم، وهنا طبعا أنا أكرر سؤال الادعاء، هل أنه حصل في أحد الأيام أنكم لم تتبعوا قرارا صدر عن وزير الإعلام أو أمرا أو توجيها صادرا عنه؟ في بعض المسائل، وهنا أريد أن أؤكد على أمر معين، أنه أكيد حصل أحيانا نوع من التضارب في التوجه الإعلامي بين المجلس الوطني للإعلام وبين وزارة الإعلام. مثلا في فترة سابقة وخلال ولايتي للمجلس كان موقف لأحد وزراء الإعلام، بدون أن ندخل في التسميات، يريد إجراء إلحاق عقوبة بمؤسسة إعلامية، وهنا أذكر أنها مؤسسة الـ LBC. عقدنا اجتماعا، العقوبة ينبغي أن تصدر عن المجلس الوطني للإعلام، عقدنا اجتماعا للمجلس الوطني للإعلام مع هذه المؤسسة وبحضور وزير الإعلام، فقدمت المؤسسة اعتذارا عما حصل، وكان للأمر عفوا لإجراء هذا المسألة لأنه ضروري، وكان الأمر يتناول مسألة قد تؤدي إلى نوع من أزمة طائفية في البلد. كان وزير الإعلام يريد أن يعاقب هذه المؤسسة، اعتذر رئيس المؤسسة وقال بأنه سوف يلجأ إلى خطاب وطني جامع وأن يبتعد عن الإثارة الطوائفية وأنه يعتذر للشعب اللبناني وللشارع اللبناني. نحن في المجلس الوطني للإعلام اعتبرنا أن هذا الأمر كاف، بينما وزير الإعلام قال بالحرف الواحد، قال لي في الجلسة: أستاذ محفوظ، أحترم رأيك ولكنني أريد أن أخذ عقوبة. قلت له: تأخذ العقوبة من خارج هذا المكان وليس من المجلس الوطني للإعلام. وهكذا حصل، ولم تلحق أي عقوبة بالمؤسسة. You've talked about السيد سكوت، لقد قلت أشياء كثيرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، وفي الواقع أن مجلس الإعلام ليس لديه أي سلطة فيما يتعلق المحكمة الخاصة بلبنان، صح؟
نحن بالتأكيد لا نملك أي سلطة على المحكمة الخاصة. نحن نطمح كنا إلى التعاون مع هذه المحكمة، ونحن نريد لهذه المحكمة أن تنجح في القضية الأساسية وأن لا تتحول إلى قضايا فرعية. وبالتالي أريد أن أطرح هذا الأمر أمام رئيس المحكمة، لأنه شأن هام بالنسبة لنا في لبنان أن إعلامنا اللبناني يمتاز بالحريات الإعلامية ويمتاز بحرية التعبير، فيما إعلام المنطقة هو إعلام الحاكم. نحن نخاف أن تكون المحكمة وسيلة لتحويلنا إلى إعلام يشابه الإعلام في العالم العربي، أي إعلام الحاكم، ويكون ذلك على حساب الناس وعلى حساب المواطنة. وأريد أن ألفت نظر الرئيس إلى أن قناة الجديد أهميتها أنها فعلا قناة تشدد على المواطنية، أي أنها لا تنتسب انتساب طوائفي. وللأسف أن أغلبية المؤسسات المرئية في لبنان هي مؤسسات طائفية، وأنا من غير طائفة صاحب المؤسسة، ولذلك أقول بأنها تشدد على فكرة المواطنة، تشدد على مواجهة الفساد، تشدد على المشترك بين اللبنانيين. وأعتقد أن المحكمة من همها في لبنان أن تشدد على هذه المسائل، لأن بلدنا مهدد بالفتن، ومهدد بالانقسام، ومهدد بالتدخلات الخارجية، ولا نريد المحكمة الدولية أن تكون أداة للتدخل. نعم، هذا هو الموقف. Please, brief answers and slot. القاضي التيري، لو سمحت أن تعطينا أجوبة مختصرة وأن تبطئ. السيد سكوت، إذن الجواب على سؤالي كان لا، فليس لدى المجلس أي صلاحية إذن على المحكمة الخاصة بلبنان، ليس لديكم أي إذن سلطة على هذا الجواب. السيد خان، حضرة القاضي، هذا سؤال وجواب. السيد سكوت، أنت محق، أنه جواب بسيط مقابل إذن المحاضرة. السيد خان، حضرة القاضي، هل يمكن أن أقول أن هذا غير مفيد؟ القاضي التيري لقد أجاب على هذا الأمر. السيد خان، لقد دخلنا في نقاش. السيد سكوت، إذن لن أناقش مع الشاهد في هذا الأمر. إذن لكننا نفهم إذن يا سيدي أن هناك اتفاق ما بين لبنان والأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون مع هذه المحكمة وتأمين المساعدة لها، صح؟ ونحن مع هذا التعاون. And generally speaking, sir. سؤال، وبشكل عام أنت مدرك أن المحكمة تتفاعل مع الحكومة اللبنانية أولاً، لن أقول 100% من المرات، ولكن بشكل أساسي هي تتفاعل وتعمل من خلال المدعي العام في لبنان، صح؟ هذا عمل المحكمة. أنا أعرف في مجالات معينة ينبغي أن تمر المسائل عبر القنوات الفعلية. في مجال الإعلام ينبغي أن تمر عبر قناة المجلس الوطني للإعلام ووزارة الإعلام على الأقل. After it goes to السيد سكوت، بعد أن يمر ذلك من خلال المدعي العام، يمكن للمدعي العام أن يصدر أي توجيهات أو طلبات للأجهزة الأخرى أو لأجزاء الحكومة الأخرى، ولكن المحكمة ترسل طلباتها إلى المدعي العام، صح؟ من الممكن أن ترسل المحكمة الطلبات إلى المدعي العام وتطلب منه إيصال هذه المسائل إلى الجهات المعنية الحقيقية، كما فعل صديق المحكمة ستيفان بورجون. عند ذلك يصبح المجلس الوطني للإعلام ملزما بأن تتوصل المحكمة إلى ما تريد في المجال الإعلامي، وأن يكون عندها إلى جانبها. Exactly. السيد سكوت، على وجه التمام، إذن إن المدعي العام أو في حال طلب المدعي العام باسم المحكمة أن تؤمن المعلومات وأن تؤمن المساعدة للمحكمة، أنت يطلب منك أن تساعد المدعي العام وعليه أن تساعد المحكمة، صح؟ هذا الأمر نحن الذي طلبناه، ولم يتم إلا في بداية العام، إلا في تقريبا من شهر نيسان في العام 2014. هذا كان طلبي الشخصي. No, sir. The arrangement with Scott. لا سيدي، إن التدبير القائم بين المدعي العام والمحكمة والحكومة اللبنانية هو موجود منذ قبل العام 2014، وإن المحكمة تعمل من خلال أولا المدعي العام في لبنان، صح؟ المحكمة بدءا من العام 2014 طلبت
من المجلس الوطني للإعلام أن يقوم بالدور المطلوب له في مسألة التبليغ. قبل ذلك لم يكن يتم هذا الأمر، ولم يطلب المدعي العام في أي وقت من الأوقات التبليغ عن طريق المجلس الوطني للإعلام شخصيا هو. هذه هي الحقيقة التي أطرحها عليكم، ولذلك أي تبليغ، أعود فأؤكد، ولذلك أي تبليغ كان يمكن أن يتم من خارج المجلس لا يعترف به المجلس. Well, what law do you base that on, sir? سؤال: إذن على أي قانون يبنى هذا سيدي؟ على القانون المرئي رقم 382 على 94، ويبنى على الشرعات الدولية التي نحن نؤمن بها، ويبنى أصلا على كون لبنان يشدد على حرية التعبير وعلى الحريات العامة وعلى المواطنة، وبالتالي المقاطع السيد إذا سكوت يقاطع في الواقع. أنا أعرف أنك تريد أن تتكلم على هذا الأمر، لكنني لم أسألك عن أمري حرية الحرية. أنا أطرح السؤال المتعلق بطريقة تعاطي المحكمة فيما يتعلق بتقديم طلبات المساعدة من الحكومة في لبنان. إنه سؤال محدد، فنحن لا نريد أن نتكلم على حرية الإعلام أو حرية التعبير، نحن نتكلم على موضوع محدد. في الواقع أن المحكمة إذا تتقدم بطلباتها للمدعي العام، والمدعي العام هو الذي يتقدم بالطلب من الحكومة أو من أي جهة أخرى في لبنان. لا هذا صحيح؟ السؤال بسيط جدا، لا تفاصيل فيه إذا ولا تفرعات. أعطيت الجواب على هذا الأمر، وقلت لكم أنه بدءا من العام 2014، ويبدو أنه في فترة متأخرة كثيرا أيضا، بدأت المحكمة تعي أهمية هذا الأمر، وذلك استنادا على ما أعتقد إلى نصيحة ستيفان بورغون. أعيد فأكرر هذا الأمر، أخذت الأمور سلوكها الطبيعي، وعند ذلك كنا نحن بهذه الحال ملزمين بأن نقف إلى جانب المحكمة بكل الأمور التي تعني التبليغ وما يترتب عليها. أي أنه كان يمكن للمجلس الوطني الإعلام بدون الرجوع لكم أن يأخذ قرارا بحق الجديد أو غيرها فيما لو لم تلتزم بما طلبناه منها. All right, so we can agree, sir, based on your testimony just now. السيد سكوت، إذا يمكننا أن نتفق سيدي، وبناء على شهادتك الآن، أنه يجب أن نتعاون مع المحكمة في كل ما يتطلبه التعاون من استعداد. إذا أنت مستعد للتعاون مع المحكمة، صح؟ تأكيد أنا مستعد للتعاون مع المحكمة، وأنا مؤمن بأن هذه المحكمة ينبغي أن تصل إلى العدالة وإلى إحقاق الحق وإلى تبرئة البريء، وإلى أن تتفهم مقاصد قناة الجديد بأنه لم يكن هناك من نية جرمية ولم يكن هناك. نعم، هذا بالتأكيد أنا مستعد. Brief answers, please. قاضي لتياري، لو سمحت. You've made it quite clear that you're here. مختصرة السيد سكوت، سيدي إذا أفهم أنك إذا قد وضحت أن إذا أنك إذا تناصر عمل الجديد، ولكن أنت إذا هنا قد أدليت بالقسم، ويجب أن تجيب على أسئلتي بطريقة صادقة. في الواقع في عام 2014 أن طلب المساعدة جاء من قبل المدعي العام، صح؟ يقاطع السيد خان قائلا: حضرة القاضي، أنا أعترض. إذا ما أراد إذا السيد أن يتقدم بتعليقات على سبيل المثال، مثلا مثل الأمور المتعلقة بإعطاء صفات لشاهدنا، هذه مسألة لا يمكن إذا أو يمكن أن يقوم بها بطريقة مختصرة. فلو سمحت إذا يمكننا أن نحترم الشهود. القاضي لتياري يقاطع: لو سمحت أن تعطينا الأجوبة المختصرة من دون أن تفتح إذن هلالات. السيد سكوت، حضرة القاضي، المعذرة، أنا أعدك أنني سوف أعطي إذن الأجوبة المختصرة أو الأسئلة المختصرة. أريد أن أقاطعه، لا يجوز له أن يقول إذا كنت صادقا أو غير صادق وأنني قمت بالقسم. أنا أصدق منه، فليعلم هذا الأمر كائنا من كان. I
I put it to you, sir, and the documents will. السيد سكوت, إن الوثائق سوف تظهر. أنا سوف أظهر لك أنك مخطئ وأن الطلب قد جاء إليك وأيضا الطلبات الأخرى التي تذكرتها. إذن كلها قدمت إليك من خلال المدعي العام. هل هذا صحيح؟ إما من خلال المدعي العام أو من خلال مثلا طلب الحكومة, ولكن من خلال طلب المدعي العام لم يأتي أي طلب من أجل أن نقوم نحن بعملية التبليغ مباشرة للمؤسسات المرئية والمسموعة إلا في العام 2014, وهذه نقطة الضعف كانت في علاقة المحكمة مع المجلس الوطني للإعلام, ولذلك قلنا هذه النصيحة للسيد ستيفان بورجون وعمل بهذه النصيحة قبلا. لا Well, you don't know that, sir. السيد سكوت, أنت لا تعرف ذلك لأنك لا تعرف ما الذي تقوم به المحكمة من الناحية الداخلية. إذن في الصفحة رقم 16 اليوم, إذن لقد قلت نقطة بسيطة جدا, وهنا نقطة جديدة إذن ذكرتها. إذن لقد قلت إن هناك إذن فيلم عن اغتيال الحريد قد طلب, وطلب سئلت إذن عن كمية إذن الأفلام التي أرسلتها إليك الجديد, وجوابا على السؤال قلت أنك لا تعرف إذن كم عدد هذه الأفلام لأنها أرسلت إلى المدعي العام. المدعي العام, وهذا تماما, هذه هي تماما النقطة. إذن تأتي الطلبات من المدعي العام والجواب يكون إليه, أليس ذلك صحيحا؟ لي حول هذه المسألة أنني أنا شخصيا, عفوا, أنا أجيب على سؤالك. قليل من الصبر, قليل من الصبر. أنا الذي طلبت إلى المؤسسات, وذلك لكون أن الأمر يتطلب نوع من السرعة, أن يبعثوا مباشرة المسائل إلى المدعي العام التمييزي أو إلى تسليمها في مقر المحكمة. سؤال, لأن المدعي العام وباسم المحكمة قد طلب منك أن تقوم بذلك, صح؟ أنا استجاوبت مع هذه الرسالة لأنني اعتبرتها محقة بالتأكيد, لأن المحكمة تحتاج إلى هذه التسجيلات, ولذلك قلت لهم من الممكن أن لا يبعثوها إلى المجلس الوطني للإعلام. هذا لا يعني أنني لا أتعاون مع المدعي العام. لماذا هذه الإشارات المتواصلة تحاول أن تخلق نوع من الشقوق في العلاقة؟ نحن نتعاون في الأمور الجوهرية مع المدعي العام أو مع غيره, وخصوصا في أمر المحكمة, وخصوصا في القاضي لتياري مقاطعا. الجواب هو نعم. القاضي سكوت, عفوا السيد سكوت, إذن لقد تطلب منا الأمر حوالي 20 دقيقة. إذن أنا أنظر إلى جوابك, جوابك إذن الحرفي. أجبت على هذا الطلب لأنني اعتبرته محقا. أقتبس عنك. إذن أعود إلى هذه الكلمة, لم أنتهي من سؤالي. يقول السيد سكوت, لأنك قررت حضرة القاضي لو سمحت أن تطلب من الشاهد أن يستمع إلى سؤالي. القاضي لتياري, لو سمحت أن تنتظر نهاية الجواب السؤال. السيد سكوت, إن سيدي, إذن وكما أوضحت أنت الذي تختار ما هي الأشياء التي تعتبرها محقة والتي تجيب عليها, والأشياء التي لا تعتبرها محقة ولا تجيب عليها. سيد خان, أنا أعترض. لا يستطيع إذن الادعاء أن يعطي هذه الصفات فيما يتعلق بالأدلة. سيد خان, إذن حضرة القاضي, لو سمحت, أن الاستجواب المضاد لا يستطيع أن يأخذ جوابا أو جملة فقط من خارج السياق وأن يستخدمها. لهذا أنا أعترض, فأن الشاهد لم يقل أنه هو الذي يقرر ما إذا كان سوف يجيب على هذا. السيد أو القاضي لتياري, أنت تستبق الجواب, انتظر الجواب. السيد خان, إن اعتراضي ليس على الجواب بل هو على السؤال. مسألة أريد أن أقول بأن موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري موضوع يلقى كل الإجماع. كان السؤال هو التالي. قد يحصل أن تقرر أنت ما إذا كنت ستستجيب إلى أمر أو قرار يصدر عن المدعي العام, لأنك تعتبر مثلا
أو ربما تقرر مثلا عدم اتباع طلب معين أو أمر معين لأنك لا تعتبره محقا. إذن ما هو سلوكك أو ما هو التصرف حيال الامتثال لقرار أو أمر يصدر عن المدعي العام؟ لي أنا حول هذه المسألة ليس لي اعتراض على طلبات المحكمة أو طلبات المدعي العام التمييزي، أحترم المدعي العام التمييزي. أقول للأمر أنه في مجال الطلبات بمسألة التبليغات لم تأتي عن طريقنا، لم يطلب منا أن نبلغ المؤسسات المرئية والمسموعة، هذه هي المسألة. أما موضوع التعاون مع باقي وتحديدا القضاء اللبناني، نحن نتعاون مع القضاء اللبناني في أمور كثيرة. المدعي العام التمييزي أو رئيس مجلس القضاء في لبنان يتم الاتصال بالمجلس الوطني الإعلامي لمناقشة أمور إعلامية لها علاقة بالقضاء، فبالتأكيد هناك تعاون. ولكن قلت أمر معين، كان هذا أمر شخصي أيضا، أن المحكمة طلبت التسجيلات الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أعتبر أنه من واجبي الوطني والأخلاقي أن أوفر مثل هذه التسجيلات للمحكمة، ومن واجبي من أجل التسريع بهذا الأمر قلت أنه من الممكن إيصال هذه المسألة إلى مكتب المحكمة الدولية. القاضي لتياري، إذن الجواب هو أن هناك دائما تعاون مع السلطات، وإذا ما فسرت هذا الأمر يكون ذلك الجواب على سؤالك، صح؟ Well, sir, I put it to you. سيد سكوت، سيدي، إن تصرفك فيما يتعلق بهذه الأمور وتبادل المراسلات هي أنك إذن تتجاوب مع المطلوب، وهذا ما إذن أشرته إلى القاضي. وأنا هنا أعطيك فقط فكرة سريعة، وسنرى إذن عددا من الوثائق، ولكن سلوكك يشير إلى أنك تختار الأمور التي تريد أن تستجيب إليها. فأنت قلت منذ لحظات أنا رأيت هذا الأمر محقا، وهذا ما تفعله دائما. إذن أنت تختار الأمور التي تريد أن تستجيب معها أو لا؟ إدخان يقاطع. سيد الرئيس، يقاطع ويقول إذا عندما يقول إذا ما رأى الأمر محقا لا يعني أنه إذا كان هناك قرار غير محق أو غير صحيح لا يقرر ألا يتبعه. السيد سكوت، أنا سوف أترك المحضر يشير إلى الأمور كما هي. السيد سكوت يتابع، تقول في الفقرة 13 من محضر الجلسة اليوم إن المحكمة لا يمكن أن تتخذ اتصالا مباشرا وأن تطلب تصرفا ضد الإعلام اللبناني، هل هذا صحيح؟ القصد من ذلك في الاتصال المباشر بالمؤسسات المرئية، ذلك أن المرجعية هي المجلس الوطني الإعلام، التبليغ في قضايا التبليغ تمر عبر المجلس الوطني الإعلام، هذا ما أقصده في هذا الأمر، وهذا ما منذ البداية حاولنا إيضاحه للمحكمة وحتى للمدعي العام التمييزي، بأن أي تبليغ ينبغي أن يمر عبر المجلس الوطني الإعلام لأنه هو المرجعية الناظمة للمؤسسات المرئية والمسموعة، ولا يمكن أن يتم عبر بوليس أو أي جهة أخرى ثانية. سيد سكوت، إن المحكمة على سبيل المثال لها الحق بأن تتصل بأي شركة أو بأي محطة من خلال المدعي العام، أليس كذلك؟
هناك قوانين، المدعي العام التمييزي يحترم القوانين أيضا. المرجعية في المؤسسات المرئية والمسموعة هو المجلس الوطني الإعلام. رئيس الحكومة عندما يريد أن يبلغ أمرا ما لقناة معينة يمر عبر مجلس الإعلام. القضاء عندما يريد أن يبلغ أمرا معينا يمر عبر مجلس الوطني الإعلام. وزير الإعلام عندما يريد تبليغ أي شيء معين يمر عبر المجلس الوطني الإعلام. هذه قوانين، وأنتم ينبغي بالتأكيد المحكمة الدولية تحترم مثل هذه القوانين. هذا ما نطالب به. You say they should go through. سكوت، أنت تقول إنها يجب أن تمر من خلال المجلس، هذا رأيك، ولكن هذا غير مطلوب من المحكمة، صح؟ هذا غير مطلوب من المحكمة، ولكن المؤسسات في لبنان تعرف هذا الأمر. هناك علاقة معينة بين المؤسسات، وهناك قوانين تحكم هذه المؤسسات. وشيء جيد أن تعرف المحكمة هذا الأمر حتى نتعاون معها بالكامل كنا في كل الأمور. القاضي التياري، لم أفهم ما تريد قوله هنا. ما معنى أن أي تبليغ يجب أن يمر من خلال المجلس الأعلى، المجلس الوطني الأعلى للإعلام؟ هل هذا يعني أن المجلس لديه سلطة الإبلاغ بحد ذاته إلى القنوات ذات الصلة، أو أن هذه الهيئة يجب أن تكون على اطلاع بما يجري؟ سيد الرئيس، الأمران معا. التبليغ في لبنان لأي مؤسسة إعلامية، قلت حتى لو كان رئيس جمهورية يريد أن يبلغ المؤسسة، مثلا مؤسسة الـ LBC، هذا التبليغ يمر عبر المجلس الوطني الإعلامي، يبعث برسالة إلى وزارة الإعلام. وزارة الإعلام، هذه هي القنوات، وزارة الإعلام تحولها إلى المجلس الوطني الإعلام. مجلس الوطني الإعلام يبلغ رسالة رئيس الجمهورية إلى القناة المعنية. الناحية الثانية والمهمة أيضا، شيء جيد من قبل المحكمة الدولية أن تضع المجلس الوطني للإعلام في ضوء المسائل، حتى يستطيع أيضا أن يساعد هذه المحكمة في الأمور التي يعتبرها بالتأكيد أيضا المجلس جوهرية وضرورية، وبالتالي أن يتفهم أين يمكن أن يكون مثلا هناك تهديد للشهود أو لا تهديد للشهود. في من هذا الجانب كنا نشدد على حصرية التبليغ من جانب المجلس الوطني للإعلام، وهي حصرية يطلبها القانون، ولست أنا أطلبها، لست أنا المعني بهذا الطلب. القاضي التياري، إذن إن المجلس الوطني للإعلام هو نوع من المنصة التي يجب المرور من خلالها؟ نعم، هو انستانس ريجولاتور، وهذه الصلاحية، وهذا شيء إيجابي. أخذ هذا النمط من العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام وبين المؤسسات عن النمط الغربي، وتحديدا عن النمط الفرنسي. أنتم تعرفون في فرنسا CSA هو القناة الوحيدة لمتابعة الأداء الإعلامي المرئي في فرنسا، وهو واسط، وهو الذي يأخذ العقوبات، وهو الذي يصحح المسار. وبالتالي هذا شيء إيجابي. لا ينبغي حرمان لبنان من مثل هذه الإمكانية التي توفرت له. And we take the break. القاضي التياري، هل يمكن أن نتوقف للاستراحة؟ سنتوقف للاستراحة ساعة ونصف تقريبا. تفضلوا بالوقوف.